مروج، بالفعل اليوم صدر القرار من القاضية غادة عون، طلبت بوضع إشارة على أملاك رياض سلامي العقارية وعلى كافة السيارات التي يملكها، وطلبت من المفارز والجهات المسؤولة تطبيق هذا القرار فورا. يأتي هذا القرار بعد أسبوع من منع غادة عون لرياض سلامي السفر برا وبحرا وجوا من لبنان، وبعد جلستي استجواب لم يحضر فيها حاكم مصرف لبنان. تأتي هذه القرارات على عقب اتهام غادة عون لرياض سلامي باختلاس الأموال، بالإثراء غير المشروع، وأيضا بتهم أخرى. هناك صراع كبير في لبنان بين رياض سلامي والقضاء، خصوصا غادة عون. تقول غادة عون بأن رياض سلامي متهم بالفعل أو مشتبه بهذه الاتهامات. يقول رياض سلامي بأن هذه الاتهامات مجرد مزاعم إعلامية وحملة سياسية تساق ضده. هناك من يقول أيضا بأن رياض سلامي مدعوم من معظم الطبقة السياسية، بينما يقول آخرون بأنه مسؤول بشكل مباشر عن الإدارة المالية والسياسة المالية والنقدية في البلاد. ولكن في لبنان على الطريقة اللبنانية يستحيل أن تطبق هذه القرارات في ظل هذا الصراع السياسي، في ظل هذا الكباش السياسي إن صح التعبير بين مختلف القوى السياسية. يفترض أن يكون هناك قرارات لغادة عون في الأيام القليلة المقبلة، قد تصدر قرارا ببلاغ بحث وتحري ضد حاكم مصرف لبنان. ولكن كان هناك تصريح قبل أيام لوزير الداخلية في حكومة نجيب ميقاتي لمح فيها بأن القوى الأمنية لن تنفذ هذا القرار في حال أصدرته القاضية غادة عون، وهذا الأمر كله في إطار الصراع السياسي المستمر في لبنان وتبادل الاتهامات بين القوى السياسية.